بحضور مسؤولين محليين وقاريين ودوليين عن رياضة كرة الطائرة، أعطيت بالعاصمة الرباط انطلاقة العمل الرسمي بالمقر الجديد للاتحاد الإفريقي للعبة الجماعية، فضاء إداري يمثل 54 اتحادا إفريقيا. افتتاح المقر هنا بالرباط يعبر عن إرادة حقيقية للتغيير، وهذه الديناميكية من شأنها إحداث تغيير إيجابي على صعيد رياضة الكرة الطائرة. المشكلة ليست مشكلة مادية أو مسألة تمويل، لكن أيضا مشكلة في الحكامة وطريقة التدبير. أول ما تأسس الاتحاد الأفريقي سنة 72 كان في تونس، ثم انتقل في عهد كان الجزل الزويتين، ثم انتقل إلى القاهرة في دورتين، واحدة مع الأستاذ ناصر سليم الله يرحمه والثانية مع الدكتور عمرو علواني. الآن انتقل من القاهرة إلى بلد شقيقة كل أفارقة والعرب بيعشقوها، هي المغرب الشقيقة. الحقيقة احنا بنهنيكم. مقر جديد واستراتيجية عمل جديدة تهدف إلى تطوير اللعبة قاريا من خلال اعتماد مبادئ الحكمة الجيدة في التدبير والمحاسبة بشكل يسمح بالرفع من مستوى أداء الاتحاد الإفريقي. الاستراتيجية المسطرة من خلال مجلس الإدارة لتطوير اللعبة يعني تركز على 7 ديال النقاط أو الأهداف، اللي منها يعني بحث عن مصادر تمويل باش ما نبقاوش تاكلين يلاه على المصدر الوحيد اللي هو الاتحاد الدولي، إعادة هيكلة الجانب الإداري، الجانب المالي، الحكمة الجيدة في التدبير، يعني الشفافية، ويعني أخذ القرار بصفة يعني ديمقراطية. أهداف من بين أخرى لبلورة خارطة طريق للنهوض بكرة الطائرة والوصول بها إلى منصات التتويج الدولية. من القاهرة إلى الرباط، صفحة جديدة في تاريخ هذه اللعبة ترى النور، ليرتفع سقف الانتظارات لتطويرها محليا قاريا وتعزيز إشعاعها دوليا. فدوى المرابطي، قناة الغد، الرباط.